جود مورنينج جود مورنينج من دبي عن جديد. اشتقت لكم ماكسيموم ماكسيموم ماكسيموم. كل يوم بقول هلا بوعى بعمل كم فيديو بس ما عم بلحق ابدا. شغل لهون وان شاء الله نقدر هلا بترجعوا بتشوفوا اكتشافات اكثر واكثر مع الوقت. بتذكروا تقريبا من شهر التقينا بحدا اسمه من بلدي. برجع بذكركم www.minbaladeh.world هلا بكتبها تحت. وكان الهدف انه نفرجيكم على بلاتفورم جديده اكيد اصحابها لبنانيه. الهدف تبعها انه نجيب اغراض بس من لبنان. اذا بتفوتوا اليوم على MinBaladeh.world كل الاغراض اكثر من 1000 غرض واكثر واكثر. هلا رجعنا نتعرف على اعلام بخبرنا عنهم كلهم من لبنان كلهم من لبنان. سو اذا نحن اليوم بدنا ندعم لبنان، في ناس تسال انا على بالي ادعم لبنان بس ما بعرف كيف. ما بدها شيء، بدل ما تعطي الهم او تساعد جمعيه او تبعت مصاري من هون، ما بدها شيء، تطلب اغراض من لبنان. في اهي من هيك؟ فكروا كم شخص فيكم تساعدوه، فكروا كم عائلة فيكم تساعدوه، فكروا كم مؤسسة فيكم تساعدوه. كل الغراض اللي جايين وراي كلهم 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 جايين من لبنان. إذا أنتم كنتوا بدبي يعني هيدي يور هاف واي ذير. إذا أنتم عبالكم ترجعوا تستلذوا بشيء لبناني 100% فيكم تشتروا أغراض من دبي. وإذا عبالكم ما تظهروا من البيت لأنه ماسك وكوفيد والقعدة وكل التفاصيل ما بدها شيء، هول كلهم بيصيروا أونلاين، بتفوتوا بتكبسوا وبيصيروا الأغراض كلهم عندكم. كم غرض فيه، شو هن، كم واحد منهم بحبهم، شو بودوا اي ريكومند، وكل التفاصيل رح نشوفهم مع علاء. خلينا نعمل برمه ومنقلع. ليتس جو. لكن برجع بقول لكم ثانك يو ثانك يو فور واتشينج. ام ريلي سوري، انتم معودين علي انه نحن بنقدر نكون يوتيوب لايف تقريبا 3 مرات بالنهار. فينا نذكركم انه ب 2020 نحن صورنا اكثر من 7 فيديوز بالنهار، يعني 1700 فيديو على السنه. بس هلا بلشت السنه وعندي يعني شوي كثير شغل، فانقلها راد رح نرجع هيك ما رح انسيكم ابدا. هتا نبلش من بلدي. قديش بيكبر قلبكم صار تكونوا عم تتمشوا بين هرفوف وبتشوفوا غراض من عند سيزوبيل، غراض من كل ضيع من لبنان، زعتر لبناني، كبيس لبناني، مونه لبنانيه. كم مره قلتوا عبالنا استحلينا سنوبر لبناني وما كنتوا تلاقوه؟ كم مره استحليتوا بسكوي؟ كم مرة استحليتوا كتير 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 غراض صاروا موجودين كلهم هون. طيب أنا متحمس إنه أنا عبالي أحكي معكم فرجيكم الغراض. إيه فهيتا نشوف شوية غراض ونرجع نبلش. أوكي هيتا نشتغل على مثلا حلاوة، عنا تيروار جليبون، فير تريد، كبيس، اونيكا اكيد، وغندور يلي بيست سيلرز يعني، ماستر تشيبس، anything 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 you like. وكمان في شيء كثير لذيذ هون كنتوا بتعرفوا انه حلويات صفصوف موجودين بدبي. طيب انا ذا هول كونسبت ذا هول ستوري، خبرني كيف بلشت، انت مين، تنرجع نفرجيهم التوب 10 او انت يور فيفورت ثينجز. يلا طيب ما تركت لنا شيء نحكي. الحمد لله على السلامة، رح شيل الماسك لأنه صوتك واطي. You are safe and I am safe. يلا. سو okay. So, بلش الكونسبت من شهرين، صار لنا شهرين مقلعين. اللي حضرنا قبل شوي بيعرف أكثر عن الكونسبت. الفكرة بلشت من حوالي سنة تقريبا. وكان الهدف مثل ما قلت إنه تو كونكت لبنان مع ذا لبانيز إن يو إي، مش بس بدبي. سو نحن أصلا بتوين باراتيسز بنوصل نحن لكل الإمارات، مش بس دبي، دبي، أبو ظبي، شارقة، العين، كل الإمارات. تو كونكت اللبنانيز اجين لكن مع البلد، ونرجع كمان نساعد الايكونومي قد ما فينا لحتى تنمى بلبنان قد ما فينا نساعد. يمكن عم نساعد 0.01% ولكن عم نحس حالنا عم نقدر نعمل شيء. واللي ساعدنا من بعد ما كنا عم نحلم بهذا البروجي انه العالم كثير عم تعمل انتر اكشن، they are posting هيك على الانستغرام، وهذا شيء كثير بكبر القلب، شيء كثير هيك بيعطينا دعم، بيعطينا معنويات. عم يشجع كمان كثير السبلايرز بلبنان تيرجعوا يتحمسوا. في كثير عم يحكونا، بعتذر من الاشخاص اللي ما عم نقدر نلبيهم، بس صراحه عن جد هيك في هجوم على للاكسبورت لانه بعرف انه هذا الشيء بيساعدهم. شوي شوي نحن عم نجرب نساعد قد ما فينا السبلايرز لحتى كمان هيك يجوا على دبي وعلى الامارات. اجين مثل ما قلت المشروع صار له شهرين مقلع، وير دوينج الحمد لله ويل، من وراء اكيد دعم كل الكلاينتس تبعنا. هلا نعمل سؤال جواب. يا كم برودكت عندك؟
من شهرين كنا عم نحكي شهر ونص كنا عم نحكي انه عندنا شيء 400 SKU اليوم عندنا تقريبا شيء 800 SKU كله من لبنان كله من لبنان كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء ميد ان لبنان تقريبا بكل فخر عن جد واحد شو بيلاقي على البلاتفورم عندك بس اكل هدايا كيف واحد لازم يفكر اذا انا لبيتي شو فيني اشتري اذا رايح اتعشى عند اصحابي شو فيني اخذ لهم كثير منيح عم بتشبي علي بس ما في اشي حلوه هيك مره قلت لك انه في عنا كثير افكار نوصلها شو ما بيطلع على بالك حتى تستعمله بالبيت on weekly basis ان كان خضره وفواكه dairy products موني any kind بيجي على بالك نحن عنا اياه كان عنا فكره وهلا بلشنا نطبقها it was great حتى بفتره الاعياد اخر السنه and it's doing well اللي هي الباسكتس يلي عم نعملهم هلا نزلناهم على الويب سايت كمان عم جديد ففي عنا هيدي عنا two kind of boxes two boxes واو MinBaladeh اهم شيء شو عن جد هولي حتى هولي البوكسز يعني هولي خارج ديكور بالبيت يعني فيك تحطهم بالصالون مثل ما هي هيك تحط عليها لومبادير تحط عليها حد التي في اي لاف ات سو احنا كمان وير بروبوزينج على الويب سايت تبعنا هيك سورتن برودكتس بنعملهم امبالاج بنبعثهم للشخص اللي بيطلبهم في وصلهم دغري كمان لعند الاشخاص اللي رايحين حتى يزورون في كمان يو كان كاستمايز ات يعني تنقي انت الاغراض بدك اياه هون بتحطهم بالباسكت يو كان اديت از ايزي از ات از and then you can go and have طب لكن انا سؤال جوي the best gift ever احسن من الجاتو احسن من قصص ثانيه 100% اذا حدا انت بده يعرف لبنان لحدا منه لبناني بياخذ له غرض من لبنان اكزاكتلي بعدين بتستعمله مش بيروح بنهار واحد وتوزع الجاتو صح طب تعرف تقريبا انا اسالك سؤال هيك محرج شوي بهال 1000 SKU الموجودين بتعرف كم عائله عم بتشغلوا بلبنان تقريبا خلينا نحكي شوي عن الـ عن الـ عن الطابع خلينا نقول انه عندنا تقريبا حوالي 40 سبلايرز صاروا 40 او 45 سبلايرز واذا بكل شركه عم يشتغل ما بعرف بقول 10 اشخاص بس which is اكيد اكثر من هيك انا هول 10 اشخاص اكيد عم يشغلوا كمان فارمرز عم يشغلوا ناس بالضيع سو عم نحكي يمكن صاروا 1000 شخص بركي انفولد بهالبروجي which is كمان again عن جد هيك بننبسط بيفتح القلب بيفتح القلب واجان بدي ارجع اشدد على شغله انه الاشخاص يلي عم يشتروا من عنا وعم بحسوا بهيدا الشيء اللي نحن بدنا نوصل لهم اياه is giving us the target يلي بدنا اياه طيب انا بديش اسال كثير اسئله حشرك فيهم from 10 to 1 or 10 of your مش هقول favorite لانه كلهم نحن بنحبهم بس your emotional things اللي انت بتحبهم او الناس اللي برات لبنان عم بيطلبون كثير اعطينا 10 items كنا نحلم نكونوا لقلنا برات لبنان وما كنا عم نلاقيهم صاروا موجودين هلا هيدا عم تاخذ شو بقولوا الريسيت السيكريت يعني ما في شيء مخبى في اشياء اوقات هيك العالم عن جد تتمنى انه تكون موجوده one of them خلينا نقول كعك بحليب أصلاً إن شاء الله يكون بعد فيه هلا كعك بحليب لأنه it's top selling كعك بحليب من زحلة تخيل إنه في حدا كان نازل بعيد الميلاد من دبي على بيروت أم نزل معه من هون عن جد لأنه ببيروت ما في منه والمشوار على زحلة صعيب anyway عن جد it's funny لبنة اللبنانية يعني مش الكرام لبنة تعنيل ديري خوري لبنة المعزة يلي كمان عن جد ما بحياتنا بركة أنا صار لي 6 سنين هون بحب لبنان غير ما اجيب معي ما باكل سو هلا صارت كمان موجوده هون غندور ذا ايموشنال النوستالجيك براند في كثير هلا ما بدي اظلم حدا يعني الموني كلها عن جد من سيسوبيل او تيروان دي ليبان شان عندنا شيء طيب اوكي خضره وفاكهه عم ناكل عن جد حتى خضره وفاكهه في اكيد خضره وفاكهه بالبراد جوا بلا ما تفوتنا هيك هلا بنفرجيك خضره وفاكهه بطعمه يعني عم ناكل هلا ما في موسم فاكهه بس ناكل كليمونتين بطعمه خضره بكره جاي بعد شهرين الموسم نحضر حالنا سو ذيس از عن جد اميزنج طيب هذا السؤال كل عم بيسألوه أول شيء بدي فرجيهم بس العلب بتطلعوا قديش حلو عن جد شيء بيفتح القلب كل الأوردرز هلأ رايحين كله بيترتب كله بيتزبط في ناس عم تسأل إذا في ماستر تشيبس يس في ناس عم تسأل إذا في غندور يس زيت زيتون مكدوس يو نيمت يعني هيك نعمل شوي اوفر فيو عن الاشياء هيك السكسي برودكتس اللي كل واحد بيستحليهم عن الجيفتس هيك كمان نايس جيفت از فروم سيزوبيل عم نحكي شوكليت بوكس يعني سيزوبيل اذا عم بتساعدوا عائله سيزوبيل عم بتساعدوا بعد اكثر بكثير كثير كثير من عائله هالجمعيه اللي كثير مهمه اللي كلنا عايزين نوقف حدا لكن سيزوبيل اند سوبر كواليتي اكيد حتى كمان كلهم سيزوبيل 24 كايك اول كايند اوف هيك كوكيز قهوه سيزوبيل كافي نجار هلا اليوم كان حدا رايح جيف ثانك يو ايا رايح بركي عم يحضر اوكي ما بيأثر رايحين زياره عند حدا بالليل سو اخذوا هيك كمان جيفت من رخوه كافي نجار حتى ما كان موجوده هات افرجيكم
شفتوها ما كانت القهوة اللبنانية دون مثل الباكجين لما بيعرف يعمل القهوة بقى الريكورد تعملها. طيب حلاوة زعتر حلاوة قناطر صورنا المعمل فيكم تحضروا الفيديو انطوني قد ما العالم هيك جوز قد ما العالم عن جد مبسوطة بتلاقي بيوردر فيه بقلبه مثلا بسكوي راحة و حلاوة بالحلاوة ما بدكم الا موزات من هون طيب انا في كثير ناس عم تسال على بالي يكون على البلاتفورم شو المينيموم ريكويرمنت كيف واحد بيصير معكم من لبنان اجان بدنا نعذبكم تبعتوا لنا ايميل على support@minbaladeh.word ونحن بنرجع بنجاوبكم بنشوف كمان شو في عندكم برودكتس كيف فينا نساعدكم حتى تظهروا البرودكت لبرات لبنان بالليبلينج بالريكويرمنتس بالفحوصات بكل شيء وسوري اذا تاخرنا تنرد بس رح نرد لهلا ما عم تقدروا تظهروا برات دبي بس برات الامارات باردون بس في شيء عم يتحضر من الامارات في ناس عم تسال بتوصلوا لنا على استراليا بتوصلوا لنا وين ما كان بنجاوبهم ان شاء الله ان شاء الله هون اكيد لانه نحن موجودين بالبرودكت هون وعابين نوصل البرودكت مطرح ما بدنا للعالم طيب ليك شو رح نعمل كما تقول لي بعدين كان بدي احكي كثير اشياء وما خليتني رح اروح انا خمس دقائق فرجون كم برودكت انا بحبهم بتكون فكرت شو منسينا بعدها تخبرهم ديل عم نقله اوكي الامر الماضي قال لي كنت احكي كثير اشياء بس الكاميرا راحت الكاميرا تذكر شو بدنا نقول لهم اوكي هات اخبركم شويه اغراض انا بحبهم اوكي again thanks for watching وين ما كنتوا بالعالم you're the best I love you all تاكابار شغلة كتير مهمة بعرفه من 5 سنين وأكتر beautiful very high end عندهم إشياء كتير لذيذة dark chocolate mixed with oat cookies beautiful stuff كم واحد منكم قال كشك ما بيخلونا نطلع كشك برات لبنان معقول لبنة كشك yes كشك لبن كشك موجود برجع بقلكم جي هي جمعية سيزوبيل إذا حدا عباله ياخد معه هدية إذا ظاهر عند أصحابه طاولة زهر طربوش فيه شو عنا إشياء إشمون أورجانيكس زيت زيتون فيه عسل أكثر من 5 براندز أو 5 أنواع لبنة بلدية بالكيس تم تل الدنيا زيت traditional authentic made in Lebanon من الضيعة فيه شو بعد عنا شو بعد عنا شو بعد عنا بسط كتير بالبسكويت اللي موجودين هون تروار جيلي باندر everywhere عسل 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 يعني ضروري نحكي chocolate sunshine كمان nice عسل exceptional very 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 good اوكي رجعت تنشوف اذا تذكر يخبرنا شيء لكن شو هنقول لهم طب هيتا نحكي عن البروسيجر شوي فتنا على الويب سايت كم دقيقه اونلاين كريدت كارد كاش صعبه بكره على بكره ذات النهار لا اتس فيري ايزي عندك يا اما كريدت كارد تدفع كريدت كارد اون ذا ويب سايت او كاش اون ديليفري بنوصل بريك فينا نجيب كم غرض فروزن ميزه وهيك تنفرجيهم تعمل فوت لجوا يلا كفي سوري اوكي اكزاكتلي هذيك مره ما فتنا نعمل سيم داي ديليفري او سكند داي ديليفري اكيد في كات اوف تايم يعني معين بس ماكسيمم سكند داي ديليفري دبي ابو ظبي وكل الامارات الثانيه اتس فيري ايزي يعني بيطلب وبتوصل له دغري مينيمم اوردر فيري ايزي عندنا كمان كاتيجوريز فوق اكيد نحن دائما بنجرب نعمل انهانسمنت قد ما فينا للويب سايت على حسب كمان الفيدباك من الكاستمرز مينيمم اوردر تحت ال 160 درهمز ذيرز ا تشارج اوف 15 درهمز ابف 160 اتس فري اوف تشارج بكل الامارات اجان اوكي كول يس اوكي عم نخليها تكون اكسسبل للكل مش انه اوفر 200 او 300 يعني منا صعب انه واحد كل يوم يطلب من عنا وكمان ثانك يو لكل الكاستمرز يلي صاروا طالبين من عنا اكثر من 10 مرات او 15 مره ديورينج 8 اور 9 ويكس هذا شيء بيعطينا هيك ثقه بالنفس طيب في غراض هون ما عم نشوفهم اللي هي منا اكل بتتذكر هيك اوفر فيو شوي شو في اشياء منا اكل كمان اهين يتصدر لهون او يظهر من لبنان ارتيزانا اذا حدا عنده ارتيزانا شو عندكم وشو في يجي لعندكم اوريدي عندنا كل التراديشنال كرافتس مثل البريق الازاز يلي اجان سادلي اند فورتونيتلي انه هولي معمولين من البلاست من الانفجار تبع 4 آب هولي كمان البريق هلا ما عندنا بقى بس انه اتس جود انه وي ار سيلينج فخار بنجيب صابون بنجيب وعنا هيك نايس سربرايز كمان نيكست مانث جينا رينج كبيره من الازاز ويز نايس فيري نايس ديزاينز معمولين كمان بلبنان كلهم اكيد جريت
لكن عندنا خضره بالبراد جوا ما رح نفوت لما يقطع الانترنت وعندنا فروزن جودز هيك اوفر فيو على فروزن جودز خلينا نحكي عنهم كثير منيح فروزن جودز عندنا غير الكنافه طيب يعني انت من ميل بتقلي ما تسالني اسئله بتقطشني من ميل كل ما اسالك سؤال بتقلي برافو سؤال حلو لا سؤال سؤال انا مش عم بتذكر اسئله اوكي بالفريزر عندنا الكنافه كنافة؟ باك اوف هلا باكي كمان بجيبوا لنا اياه هون تعال احسن طب مكان كم بدل ميزة ايه سو الكنافة هي 1 كي جي 6 بيسز كثير هيني انه واحد بس يطلع بينه ويجيب كنافة ما بده يعمل مشوار او يطلبها من حي مطرح ثاني اتس نوت ايزي مثل لبنان الشغلة الثانية المهمة هي الليبانيز ميزة عم نحكي هاند ميد معجنات معمولين على الايد بلبنان من 100% لبنانيز امبلويز اوكي عن جد شغل بيت عندنا وايد رينج اوف تقريبا شي 25 برودكت من لبنانيز ميزه وكمان نوعد كل الكاستمرز انه كمان وي ويل هاف نيو ايتمز من عند نيو برودكتس من عند لبنانيز ميزه كمان يحضروا حالهم ونخبرهم فينا نجيبهم شوي اوكي خليني اخبركم بس عن هول البرودكتس بتحبهم كثير اللي هن لبنانيز ميزه فيكم تلاقوهم على الويب سايت عندي صورتهم يمكن من 2013 14 كنت بعدني مقلع كنت بعدني مبلش من اول ايام فيني اخبركم انه مثل ما بتعملهم ستكم فيني اخبركم انه من اطيب الميزه يلي اكلينا بحياتكم يس فروزن واصلين لهون بريميوم كواليتي اذا حدا منكم على باله او مستحلي كبه سمبوسه كرات بجبنه موجودين صاروا هون بال بدبي ضروري صور لكم اياه هون ضروري لانه ريلي ايموشنال شو عنا واو بيوتيفل طلعوا بليز احلى من العالم اصلا عليها. شو حلو كبه عن جد سوبر ديليشس يعني اكسبشنال ريكومندد اوكي نايس سمبوسك فطاير بسباني جريت سلق بالأحرى كمان فطاير جبنة مع زيتون نايس كبة شمالية نايس بيتزا كلهم هاند ميد ايه بأكد لكم كلهم هاند ميد إذا في ست بالبيت أو ما عنده وقت تطبخ كمان أكيد بيوتيفل كبة محشية أوكي وطريقة التحضير محطوطة ورا هاي شو الأخرى هاي الكنافة كنافة من طريقة جديدة كول في 6 بيسز جوا unexpected and the nice concept اللي هي كبه بالكبايه كبه بالكبايه كمان فروزن على الشغل مع لبن مثلا او شيء هيك 1 minute and a half بالمايكرويف بتفتحها بتاكلها هيك سمول باي حدا عم يسالنا عن برايس ليست من جيوب وفوت على الويب سايت كل اسعار على الويب سايت اوكي خبرونا شو عملنا لهم باي ثانك يو ضلكم تابعونا رح يضل في عندنا نيو برودكتس دايما و ونحن مبسوطين يعني بكل الانتراكشن اللي عم بتصير خاصة على انستغرام العالم اللي ما بتعرفنا اكيد they are posting هيك بس يسالون الاوردر and this is creating هيك a nice hype excellent thank you so much for watching ان شاء الله تكونوا انبسطتوا بهالغراض اذا كنتوا بدبي او بتعرفوا حدا بدبي اذا كنتوا بتعرفوا حدا منه لبناني بدبي وعباله يدوق لبنان او تعرفوه على لبنان فيكم انتوا تفوتوا على الويب سايت تبعتوا له هدية سيربريز فيكم تحطوا نوت سند از ا جيفت وما بتوصل الفاتورة فينا لكم انه very proud كل هالغراض الموجودين هون بليز لقون على انستغرام فولو ذا اكاونت عم بيكبروا شوي شوي سبورت الليبانيز تراينج تو بي سكسسفل كونسبت الليبانيز سكسس ستوري الليبانيز اللي عم بجرب يقلع برات لبنان اكثر من 40 سبلاير واكثر واكثر عم بيكبروا ان شاء الله بيصيروا اكثر واكثر رح تشوفوا اشياء اكثر ان ذا ابكومينج مانث هيك خبركم يلا نحن ملتقى ايمتى ملتقى بكره على بكره for a cooking session at home ابتداء من بكره بنبلش الفيديوز ongoing انا بدبي من هلا جمعة الجاي وهو حتى لو الفيديو رح تحضروه بعد سنه وتقولوا ايه راحت بس فيني اقول لكم اليوم من هلا اذا عم بيحضروا حدا لخمس ايام اذا حدا بده يودي شيء على لبنان انا راجع عبي شنطتي وارجع فيهم thank you so much see you tomorrow